أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تعلن اعتقال عدد من تجار المخدرات وضبط كميات منها في مدينة مارع شمالي حلب. مقتل عنصرين من قوات الأسد وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين شمالي درعا. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يؤكد أن الظروف في سوريا ليست ملائمة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد تدين عرقلة سلطة الأسد إيصال المساعدات إلى شمال سوريا وتقول إن سجلها حافل بهذه الأفعال. شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان توثق اختطاف الشبيبة الثورية التابعة لقصد طفلا من قرية حوش الباعر بريف الحسكة. الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات حاولت عبور الحدود من سوريا إلى الأراضي الأردنية.